الشهادة التالية باش تكون لمجموعة عرفت باسم هذوما لي زانترنوت دو زرزيس. أول متدخل باش يكون والد سي عبد الغفار جيزة، السيد محمد جيزة، باش يقدموا السيد محمد بن سالم. إذا موضوعنا هو موضوع حالة من حالات المحاكمة غير العادلة، استعمال جهاز القضاء لشرعنة الظلم والتغطية على إرهاب الدولة لمواطنيها، لأنه عبد الغفار جيزة ذايا عمره أقل من 20 سنة كان منطلق مجرد تفكير للذهاب لفلسطين، اكتشفوا أعوان الدولة باعتباره شافوه في رسالة إلكترونية فهموا أن ثم نية للذهاب لفلسطين. من 7 من شباب جرجيس كان المنطلق باش ليلة العيد الكبير 10 فيفري 2003 يداهموا أعوان أمن الدولة الدار متاع سي عبد الغفار جيزة يشدوه ويغيبوه 18 يوم مش عارفين وين الدولة. إذا بثابت اختطاف ما قامت به الدولة لما كان مجهول 18 يوم. وبعد شنية التهمة هي تكوين عصابة وتركيب آلات ذات انفجار بدون ترخيص، وغير ذلك من بقية التهم اللي طويلة وعريضة. والحال أنه لم يقع حجز أي شيء. إذا كما تشوفوا طريقة في التصرف هذه ديجا الدولة عملت موفي اكزامبل، قدوة سيئة في الإرهاب المواطنين نتاعها. ولكن من يزرع الريح يحصد العواصف، وذلك مهد للثورة. ولكن بالنسبة لسي عبد الغفار تحكم عليه 19 سنة و3 شهور، وثم بعد رصاد في مراقبة إدارية وإقامة جبرية بمنزله في جرجيس، ما قدرش يخدم، منعوه من الارتزاق، منعوه باش يمشي يعالج مستشفى الصدرية رغم دي مريض بالسل، ورغم اللي يطلب رخصة ولكن منعوه. والمأساة نتاع سي عبد الغفار حاضر السيد والده محمد جيزة ليطلعنا ويطلع الشعب التونسي على مأساة عبد الغفار. تفضل. السلام عليكم. قضية الزاترنوت نتاع زرليس والعقوبة اللي تمارست عليهم في أثناء النظام البايد لم تشمل الشبان بل شملت حتى العائلات، يعني كان انتقام ظاهر. أنا تو باش نسرد عليكم الأطوار نتاع القضية هذه وأنتم نخليكم الاختيار في العنوان، ما نجيبش نعطيها عنوان. أبدأت يوم 10/2/2003 منتصف الليل ليلة العيد، وقت الناس تحضر في أرواحها باش تحتفل بالعيد الكبير، فهمتي. جات عوان نتاع الشرطة في زوز كراهم، دقوا الباب، خرجت هني قالوا سي محمد بالله نجموش وين عبد الغفار؟ قلت لهم عبد الغفار هنا وحضر في الماتريال وغدوا عيد ما كتعرف. قالوا نجموش حشنا بيه باش نسألوه قلت له في مخص شنو؟ قال لك لا حكاية سي فور كيلك مينوت وسي با ان بروبليم مش مشكلة. قلت لهم بالله يبارك عندهم زوز كراب، خرجنا وانت طلع في كهرباء، انا طلعت في كهرباء، مشينا المركز نتاع الشرطه، الموتور مارش. قال لي بتعرف انت؟ قال لي يا سي محمد بالله نجموش نرجعوا للدار نعملوا تفتيش؟ ما تعرفش باش تفتش، ما عندي شيء. قال لي لا نحب نفتش البيت يرقد في عبد الغفار. قلت الله يبارك، مازلنا كان عملنا ديميتور والكهرباء الفاه ولدي خرجت بطريقه هوليووديه اون ترامب، خرجت بسرعه من كذا قعدت باهتني باه. روحنا تصوروا عبد الغفار عنده اخواته وليت عيد وعنده امه وعنده كذا، فهمت كل شيء. معناها تصوروا انتم تخيلوا معناها الليله اللي عديناها به 18 يوم من الليل هيك 18 يوم ما خليت حتى بقعه. وين نمشي؟ يقول لك اخوي ما نعلموش عليه تو يجيك، تو ممكن يشوفوا اموره تو يجيك به. لما عيلة صبري مشيت عملت شكوى، عملت ديفاكس لوزير الداخلية، وزير العدل، رئيس الدولة، يا خويا حطوا لي ولدي هذا خطوتي فات
يعني بطريقه اوروبا الايطاليان ماهيش نتاع طريقه معناها تمثل معناها شرطه تمثل دوله ولا فهم. نص ساعه بالضبط بعد لي فاكس جات الكربة نتاع امن الدوله قال لي شنو مشيت شكيت بينا وانت ما شكيتش بيك انا ما حقي نعرف وين. قال لي برا المركز نتاع الشرطه تقولوا لك ولدك كوي. مشيت غادي قالوا لي انت ابو عبد الغفار قلت انا ابو عبد الغفار تولدك وشدوه في تونس وكاري دار فهمت في باب عليه ويصنعوا في متفجرات وواحد كذا قلت ولدي من اللي يعرف تونس هو ما يعرفش تونس حتى باش يعرف باب عليه تاني ليله ليت اللي جوني الشرطه اني مشيت بيدي ووصلتها حتى قال لي اخويا تعرف كيفاش دون دي جور هما باش يتعدوا للتحقيق وبرا رجل امورك في تونس. مشيت اتصلت بمحامين والله قلت لهم كلمه يعني شيء والله نتذكر سي نور الدين البحيري قلت له تعرف سي نور الدين اني جاي لي بريسونتيمون ان ولدي باش يصبح في غوانتينامو. قال لي لا كيفاش يا سي محمد خاطر عندك الاحساس نتاع اب وكذا. لا لا قلت له قلت نحس. سواعة من زمان بعد التحقيق خرج المحامين قالوا لي والله كلامك صحيح اللي قلته صحيح قضية كبيرة ونتذكر في سي محمد عبو قال لي راهم الأولاد باش يضربوهم يا سي محمد. بون التفت أنا نلقى المجموعة نتاع العائلات قلت لهم نشكر لكم حاجة عندكم حاجتين وبيان حنيتو أنا باش نمشوا قضيتنا هذه باش نوحدوا الصفوف وعلى الأقل نبلغوا صوتنا رئيس الدولة ما فهمناش رئيس الدولة تولي أمور حاجة أخرى. كيفاش باش نعمل سي محمد؟ قلت لهم الحل الوحيد وانا باش توصلوا الصوت نتاعكم هو اضرب جوع. روحنا الزرديس وتمكنا في حوش وعملنا عريضه علينا صولات ودخلنا في ضرب جوع. شكون اللي دخل في ضرب جوع؟ نساء منهم امي 85 عام. ام المحروق عندها الدم، ام راشد عندها السكر. وبنات فانت كل شيء. ما زلنا كيف علنا وجاتنا الكهرباء نتاع المختص. قال لي شنو سي كيزة عاملين بروباغندا؟ قلت مش عامل بروباغندا انا انسان هاني ضرب جوع يعني باش ندد وهذه امور حضاريه ولا عملت اعتصام ولا سبيت نظام ولا حرقت علم ولا عملت حاجه من فضلك. يسكر الكارتي هكا معناها في جرتنا هني يسكر الكارتي هكا حتى المسكين اللي ماشي باش يشري حاجه من الحانوت معناها فهمت شي هات بتختري فتره ولات الناس تنقز فك في السور فهمت باش يدخل دارها في الليل فهمت كل شيء. عدينا 22 يوم في الفتره هيك نتاع 22 يوم صارت المحاكمه. يوم المحاكمه اول جلسه ولدي عبد الغفار هذا يعيط يقول لي يا سيد الرئيس راهم معلقيني وراني عاري كيما جابتني امي وغطسوا فيه في الماء البارد وجابوا لي عريضه حاضر قالوا لي الصحه فيها لكونك انت بتنتحر وباش يحرقوني بروح. يا سيد الرئيس راهو انت بابا يحميني فهمت شيء. لا علينا جلسه الاولى جلسه ثانيه النهار هاك نتذكر بجنبي امرأة تمثل السفارة الألمانية لأن برمي لي زانترنو دي زارديش ثم شكون عندهم عندهم دي ناسيوناليتي معناها أوروبيان. تخبط وتبكي تسمع في ولدي يعيط يقول يا سيد الرئيس راهم اللي تمارس عليه في الدهاليز نتاع الداخلية ما تصورش. قال تورونا في التلفزة في أبو غريب قال تمارس عليه أبو غريب هاني تمارس عليه معناها الأعمال نتاع أبو غريب. تحكم قداش حكم مريم 19 عام وثلاثة شهور. مشينا عملنا ضرب الجوع الثاني ولا حياة لمن تنادي والحمد لله يا ربي معناها أني نشكر المجتمع المدني التونسي سونز اكسبسيون والتحرك نتاع فهمت كل شيء وهو اللي عاوننا. القضية اي تي ميدياتيزي خرجت البر ولت المنظمات الغربية والتليفونات والسوتيان فهمتي
بعد السجن تبدأ مراحل الزيارات. الزيارات حطوهم في تسعفري، مشينا زرنا في تسعفري، الأربعة الجاية تمشي تسعفري، لا يقول لك مثلا ماشي في برج العمري، اللي بعده وين؟ ما لا في برج العمري ولا في تسعفري، وين؟ ولدي في سبيطار نتاع ريانا. تصور تهز أمه وأخته وتهز العائلة كل ويمشوا ويلقوا خوهم معناها أنشيني في السرير وعنده طاسة نتاع ليتر ونص دم يرد في الدم من صدره، لأن ولدي تضرب بالسل. تعالاه يا ولديك أش حاطين؟ جارديان بالسلاح والآخر برا. مشينا مدير السجن قال لك يا خويا أنا نعالجوا فيه وهكذا. يا خويا ها سيدي ها في القفة عطوه حتى شوية زيت على الأقل، بتعرفوا هني الدول العربية على الأقل عندها فيه، فهمتوا كل شيء؟ لا لا خويا تدخل الزيت ولا لا. في كل المرة الجاية تمشي لريانا، لا يقول لك أنا في سافري. المرة اللي بعد تجي يقول لك يا خويا عدينا على السيلون. يعني عقوبة. شوف هذوما العائلات نافت 1200 كيلومتر مش جاي، وشوف معناها مش في حاله نفسيه عاديه، اما من البكاء يعني حتى ما تشرح، اختها كيف كيف. به في الوقت هكا اني نخدم في نزل، يمشوا للمدير يقول السيد هذا ماش تعطيه نهارين، خاطر معناها لازمني نهارين باش نمشي نزور ولدي في لاليريتو، نهار ماشي جاي ونهار واحد. قال لي اخويا كنسان حر قاعد ياخذ من لي كونجي نتاعه وهو حر. لا قال لي هذا انسان عامل لنا بروباغندا وما عادش. قال لي اخويا انا ما عندي حتى مشكله معاه. باه ثم حاجه اخرى، عندي بنتي معناها نجحت بنتي ياس انستيزيست وقدمت مطلب للشغل. المطلب يقعد 4 شهور، وقت جات مشينا نستفسر قالوا لا ما ثماش المطلب، ما وصلناش هنا يا ودي. ما جبت فهمت كذا. عندها زميلتها تخدم مثلا في الاداره الجهويه قالت لي نقول لك حاجه، راه مشكلتك بيدو معناها ولدي قدم مطلب في باسبور 4 شهور يا ودي. ما انا باسبور علاش نقعد 4 شهور؟ جيت قال ما باش نطلع المسؤول نتاعكم. اطلع المسؤول يدوزوم فوق الدروج شويه، قلت له انا مشيت خدمت باسبور فهمت 5 سنين ما خذتهاش. ولدي الصغير يقرا في ليسي، تمشي الفرقه المختصه كل جمعه تشوف لي نوت نتاعها. يعني هذه بدايه العقوبه. به عملنا اللي ضرب الجوع الثاني على الاقل ثماش من، لان ما عشنا الاختيار. اللي ضرب الجوع الثاني عملته في الدار، عملت معلقة كتبت عليها إضراب جوع، وعملت بجنب تحية تونس. تجي الفرقة المختصة يمشي يدور في البلاد يقول نشوفوا سي بنجيزة هنا عامل لنا مشكلة، كاتب لافتة عليها إضراب جوع وتونس ليست بخير. يعني ثم ناس منظمات وثم ناس معناها تعاطفوا معنا من فرنسا ومن سويسرا يكلموا فيني كيفاش يا سي محمد تعمل؟ والله ما فهمتش. يقول لي تحليل اللافتة وانا مكتوب عليها تونس، تحية تونس كيفاش؟ هذا نفس الشخص نتاع المختصة، يعني كأنه انسان يعني انا شرمو معناها وما لقاش شكون يردعه. مرة جانا صحافي من واشنطن بوست يسأل على الدار نتاعي حتى جي. قال لي والله يا سي محمد شفتني الملف نتاع شو اسمه، ونعلمكم أن الملف نتاع الإنترنت نتاع الزرجية صاروا بين أيدي السيارة، قعدنا باهتين وراه ما في حد شيء سفيت. أني تنجمش تجمع لي العائلات هذوما تاع لي زانترنت نتاع زريس؟ جبتهم لك. قعد بعت قال هذوما مساوين في الحاله هذه يعملوا في القرب لافان. قلت هكا تشوف فيه. قعد بعت عدى معانا توتين جورني. ثم مره والله بالصدفه قاعدين في قهوه
احنا معنا العائلات كلمتنا محامية من فرنسا، قالت والله هني قعدت باش حبيت نفهم، ثم محامي ولا فايده في ذكر اسمه، مشى هز الملف نتاع الانترنت نتاع زريس وهز لفرنسا اللي كيدرسي باش يدرسوه غادي، فهمتي؟ في العشيه باش يعملوا النظام المستبد يبعث محامي من هني برو بن علي، اش يمشي يقولوا لهم؟ يقول لهم مش في بان هذوما انتم معناها تدافعوا عليهم، هذا ما ماشيين الفلسطين باش يقتلوا اليهود، يعني دي اساسان. تعرف شو يقول المراه هذه؟ قالت جو ريغريت، قالت جو سوي جيف، لكن 20 ans سي بوكو، حتى كان ماشيين باش يقتلوا اليهود. كلمتنا قالت راهم اون لافيري خرجناها. هذه الاطوار هذه وقت يجي يشوف. عندي زملاء جاوا للسيد هذا قالوا له ما فهمناكش، يعني توا العائله نتاعنا نعرفوها. معناها لافار نتاع ليزانترنت نتاع زرجيس ما عندكم ريان دي تونجيبل. معناها في لا في لا في مثلا في الابتدائيه ولا في ولا في نحبوا شنو هي مشكلتك مع السيد محمد قيس؟ قال ما باش نقول لكم شنو هي المشكله نتاع سي محمد قيس. سي محمد قيس عندنا عليه رابور في السبعينات كان في الخطوط الاماميه وعنا تصور هو والحبيب عاشور شنو هي المشكل، ونزيد في الاحداث الخبزه في الخطوط الاماميه. هي قال له انت ايش فيه انت معناها عندك مشكله، معناها زيت لولد فهمتي وعمل عليها المشاكل فهمتي، خاطر هو قال لهم يا اخي انا بالنسبه لي عندي تعليمات. هني وقت بنتي ما تخدمش ولدي يتضرب على خاطر باسبور، ولدي الاخر يتبعوا له في اني ما عطونيش باسبور، فهمتني؟ يعني سامحوني يعني فريمون، ونلقى والحمد لله رباني ديما نشكر المجتمع المدني بتاع تونس وقفوا معنا بصراحه، لكن نلقى الغربيين اني ساعات نبدا قاعد في الخدمه ويكلموني من هيئه الاذاعه البريطانيه، علمنا بولدك راه مريض وولدك عنده السل، نمشي المدير نتاع السجن يا سيدي راه انت خي بابا ما عندكش رحمه في قلبك، يا ولدي ولدي بيموت اش عمل؟ ولدي راه وين نقول لك يا خويا ان هذه سي با مو بروبليم. اني يعني ما لقيناش حتى تجاوب. دونك حتى او بوان دو فيو يا خويا على الاقل حتى بامور انسانيه بون اي هو فوتيف مش فوتيف، انت فو نافي ريان بروفي، ما لقيتو حتى ريان دي تونجيبل. والغريب في الامر ان المنظمات توت لي زونجي وبما فيهم ونشكر ياسر ايلان فلوتر هذه ديبيتي اوروبيان دو دروا دو لوم، فهمني؟ وقفت معنا وشوفوا معناها وورت فهمني كل شيء، ان وورت ان الناس رانا مظلومين، فهمني؟ باهي والله باش ما نطولش عليكم باش نوريكم مدى القهر والقمع. علاش انا موجود هنا؟ على خاطر العقوبه راهي كان جمعيه، سيت اون بينيسيون كوليكتيف، معناها تمارست على ام ذريتي على ام اولادي، تقمعوا مستقبلهم تدمر، فوالا سي تو، فهمتني؟ وما لقيتش ما لقيناش حتى شكون يسمعنا. يعني شوف يعني محامين نتاع حقوق الانسان يعني تمارس عليهم حتى ضرب، وجونا زارونا للدار هذه فهمت، ومنهم والرحمه عليه معناها ونلحق الرحمه زهير اليحيوي، ثم ليله جي زهير اليحيوي سوريا نتاع مشرك شد نص الليل شدوه خاطر جاي يزور فينا احنا يشوف العائلات نتاع ليزانترو نتاع زرديس. دونك اني الشيء اللي اني تمارس عليه معناها اني وولادي معناها في دولة القانون والمؤسسات وحقوق الإنسان. لما نسمع يعني صمي في فريمون ماروكور أن نسمع المينيستر ولا حد يقدم يعطيها الأوصاف هذه وقت هما دارير في الواحد معناها سي لونفير سي فريمون لونفير. أنت هذا في السجن ما لقينا خير،
البرة ما لقينا خير، يعني وقت تجي تسل، يعني تسل لماذا علاش؟ يعني بون قبل احنا وقت كنا صغار يقول لك اه ستوب راهو الحاكم يا ربي، انا اذا كان ولدي سي تافري اللي هو ان موفاز قرار نخلي الحاكم يا ربي، يا ولدي اعطيني اعطيني بروف اللي ولدي ان تيرورست، انت عام لا في لا في الابتدائي ولا في السيناف فهمتي، وجاتك منظمات غربيه ضحكوا عليك، ثم 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 جلسات فهمتي مره باش نعطيكم مدى معناها حشاكم بون جيم با دير معناها الحاجه دي كروسي معناها سي مالسان، مره جاو 14 ولا 15 من المجتمع المدني الفرنسي حضروا في اللحم هذا في الـ في الاونابيل، اش عمل شو اسمه سليتي كلم التليفون قال لهم اسمع ما تجيبهمش شو اسمه ما تجيبهمش، علاش؟ قاموا المحامين قالوا علاش ما تجيبهمش اليوم باش تحكم خاطر هذوما اسم الله ناس مراقبين بون حكم مراقب مسكين جاي يشوف يشوف في 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 مدى معناها الفظاعة قاعد قاعد يشوفها اش يصير اش يصير نهارتها، ثم برمي لي مار معناها خاطر الناس دي بوردي معناها يسون تالمون بوسي او ديسبوار ولا بوسي لي دو مور ناضت تصيح مسكينة هيك المرأة تصيح قالت يا رسول الله تكذب على أولادنا هذوما تقول دي تيروريست يسمع في القنابل، والله مشي المضحك قالت بربي برا جيب لهم البراد يشمهم، مرأة عزوزة في العمر نتاع 60 عام يعني تدرس تشوف هكا معناها من 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 وبدات تعيط فهمني، يعني من الحالات اللي هي هذه سانونور با معناها اني طاح يعني وقت انت ماكش وحدك العالم راه ستين قرن في ناتر وحنا نعيشوا في مجتمع عالمي معناها يعني ما عادش نجم تسكر الباب نتاعك وتقول اني يعني نعمل في الواحد نو، يعني انت انسان عندك غرب عندك دي زوانجي فهمت كذا دونك اني اليوم الوجود نتاعي يعني ولدي ولدي يعني معناها اب اللي زوز بنيات ساعات نبدا نشوف فيه هيك نقول يعني قاعد عنده دوسي هو موجود يعني دوسي اللي هو مريض في حاله وعنده السل مازال يعاني والرواري نتاع معناها يسون توشي عنده زوج بنات نقول شنو لافنير نتاع البنات هذوما بون الامور هذه باذن الله سبحانه وتعالى مي كيف سا شكون عمل هذا هذه ثم حاجات قالوها للمحامين اللي ما نجمش نذكرها هني تمارست على ولدي نو علاش شنو شنو الكريم ريان ريان دي تونجيبل تحكم علي دي تيروريست ما لقيت حتى شيء انت تعمل تجيبه في الليل من زرزيس فهمت كذا في وتجي معناه في البروسي فيربو تجي تقول يا خويا لقيت كارين حوش يصنعوا في الماء على ما ادري تعدى هذه فهمت كل شيء يعني من من الفظاعات ان ثم رئيس شعبه شهد شهد لكونه ل هذا اللي زارت سيسيون راهي جات الشرطه وانا واحد من الناس قال لك جينا الوليد هذا نلقوهم من فرش معناها تصور النهار اللي عدوهم باش باش للتحقيق تصور انسان جاي من زرزيس لتونس 600 كيلومتر في جوكينغ مشاركه بربي على شكون باش تتعدى هذه في جوكينغ مشاركه جاي وتقول فهمت كذا يعني الفظاعه نتاع ليزانترنت نتاع زرزيس فهمتني يعني فريمون سا سا ديزونور لا تونسي بصراحه فهمتني بون سي محمد كيف خرج من السجن تواصلت المعاناه سكجالي المشكل الكبير بدا في الخروج من السجن الخروج من السجن احنا اون تانك بارون فهمت كذا يعني اون تو في باش على الاقل هاك النقمه وك الحقد وك الشيء اللي صار كذا من اللي توفي علاش خاطر ما نحبوش معناها ولدي نتكلم على ولدي
معناها عملنا له لمينا شويه فلوس هكا وقلنا نعملوا له ان بتيت افير ان بتيت اوكوباسيون على الاقل، فهمت كل شيء شويه خضره، فهمت قدام الدار واحد كان على الاقل اوكوباسيون باش معاش، فهمت كذا. اش عملوا له؟ اش عمل البوليس السياسي؟ يجيب الكهرباء، منين الفلوس؟ وشكون كراك الحانوت؟ وشكون كليون عندك؟ اش نعمل انا؟ نمشي للمنطقه ندخل بربي نقول قلت تعرف ثم حاجه احنا معناها ناس كبار نعرفهم قبل، نقول قبل الحاكم يا ربي. هني عملت مشروع لولدي معناها عطيت اوكيباسيون وهكا جاي هرسه. قلت له باش نعطيك حاجه باش تحطها في بالك، قلت في عام 75 ثم فيلم نتذكر فيه هني، الفيلم هذايا دو زوم دون لا فيل، جون جابا ولان دونون، شنو هو المحتوى نتاعه؟ معنى ان انسيان طولار خرج من السجن وتاب ولكن البوليسي مازال يهرسل فيه يهرسل فيه يهرسل فيه حتى قلت له كنت تحب نوصل للشيء هذايا تاخذونا يا رسول الله تعليه. قلت يا رسول الله تقول احنا انا نعاونوا فيكم، احنا عملنا عمليه ريانتيغراسيون ديال السوسيتي و سي با فاسيل انك باش انسان تظلم ودمرت له حياته ما تقول شيء و سي با فاسيل. كان نصبح وكان ماشي عايش ولدي امه شويه اخوته شويه وعملنا له اتموسفير في الدار على الاقل باش يرتاح وانت تجي معناها نو سي با بوسيبل. قلت كيف لا والله هني ما علميش كيفاش مره واحد شيء فهمتي جيت قال لي قلت يا سيد شو المشكل؟ قال لي اني من امن الدوله. ايش فيه شنو هي امن الدوله؟ قال لي والله جاي نشوف الملف نتاع بلافار. قلت الملف نتاع بلافار انت لما ديال السياره انت كانك هني في زريز ما ماكش راه انت لما ديال السياره بري ولا بري برخ من برخ سيب الطفل شنو عمل؟ مره فهمتني قاعد في الدار جاني ولد صغير قال لي والله يا محمد مروحين من الخدمه انا ولدك كان يخدم دهاء قال عرضوا للشرطه فهمتي شدوه باهي مشيت للمركز نتاع الشرطه علاش اش عمل الوليد؟ قال لي والله جاني واحد قال لي والله يا محمد غلطنا فيك. قلت تسمى شكون يغلط في عبد الغفار جيزه؟ تدخل لا 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 تدخل الانترنت فهمتي عبد الغفار جيزه والعائله نتاع فهمت كل شيء لا تعليه ولدي تختوني ولدي خلوا الوليد رايد فهمت كذا تحبوا عمل وسيرتو السنه الاخرى قبل الثوره السنه الاخرى قبل الثوره ايزون امبليفي للمشاكل باش ثماش نقولوا احنا الرقابه الاداريه يزدوها لهم معناها عقوبه وفريمون سي ما فهمتش سي محمد شنو هي طلباتك بالنسبه لك؟ والله طلباتي اش نقول لك حاجه أنا بالنسبة لي أنا ديما ندور ونتذكر هاك المحكمة نتاع نورنبرغ. أشكون حكموهم في نورنبرغ؟ حكموا الناس اللي اقترفوا جرائم وما اقترفوش. نعم؟ واصل سي محمد. فهمت؟ باه حكموا الناس اللي هم اقترفوا جرائم عملوا ديزاتروسيتي ما حكموش الناس هكا اللي عملوا اللي بديدي لي. أنا بالنسبة لي الناس اللي اقترفوا جرائم وخاصة في ولد خاطر احنا تمارست علينا بونيسيون معناها كوليكتيف دون سي كالا اني واحد من الناس هذو مازال متحكم. شكرا سي محمد.